قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آية جمعت كل شيء، جمعت كل شيء من حياة الإنسان، سواء في ذلك عباداته، صلواته، وما تعبر عنه هذه الصلوات وما تنوب عنه بالمعنى، أي يدخل في ذلك زكواته، صيامه، حجه، كل شيء، وأيضا نسكه. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الصدقة التي تذبح، أي الذبيحة التي تذبح لا للعادة بل للعبادة، لأن الإنسان المسلم يأكل من اللحم نوعين، لحم عبادة ولحم عادة الذي هو المباح، وما دونهما إلا الشرك بالله أو ما حرم عليه مما هو معلوم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله أو ما ذبح على النصب. فلحم العبادة هو الذي يسمى النسك، كالهدي وكأضاحي الأعياد وكالعقائق التي تذبح للمواليد وما شابه ذلك مما عليه النص طالب وجوب أو طالب ندب، لأنه قد يكون الذبح واجبا إذا تعلق بنذر مثلا أو بدم اقتضاه خطأ حاج ها هنالك بالحرم أو ما شابه ذلك. على كل حال، وما هو ندب مما هو معروف لدى المسلمين أجمعين كالأعياد والعقائق وما شابه ذلك. فهذه الأمور ليست من قبيل العادة، يعني ليس أن من عادة الإنسان أن يأكل اللحم، يعني العادة، فالعادة داخلة في معنى المباح، لا كأن تذبح ولا كأن لا تذبح، لا جرى ولا وزر في العادة، يعني الأمور العادية. واحد النهار يوم واحد أكلت اللحم أو لم تأكله، لا أجر لك على الفعل ولا وزر لك على الفعل، وكذلك على الترك، لا أجر لك على الترك ولا وزر لك على الترك. نعم، قالوا اللهم إلا إذا بيت نية الإذن، أي أنه الإنسان كيمكن يحول المباحات دياله من الطعام والشراب والمأكل والملبس والمنكح وسائر الحياة الشهوانية المباحة مما زين للناس من المباحات، له أن يحولها إلى معنى العبادة، ولا نقول إنها تكون عبادة محضة، ولكن يحولها إلى معنى العبادة من حيث الأجر إذا ألحقها بمعنى الإذن. معنى الإذن يعني أنه إحساس لدى الإنسان يقع له عند التدبر والتفكر في القرآن الكريم والآيات الكونية. يشرب الإنسان الماء الزلال الحلال الحلو الطيب ويجد عليه راحة والذكر بأن هنالك أقواما في الأرض يموتون عطشا، وبأن هناك أقواما في الأرض من أجل أن يصلوا إلى جرعة ماء يقطعون عشرات الكيلومترات، وبأن هنالك أقواما في الأرض من أجل أن يشربوا جرعة ماء يقاتلون فيقتلون ويقتلون من أجل الماء. أنت يصلك الماء يا عبد الله إلى فيك، مش غير دارك، وصلك حتى فمك، إلى فيك فتشربه فإذا بك ريان، فإذا بك تجد لذة له، تحمد الله على هذه النعمة أن آذن لك، لأنه كيمكن ما يعطيكش الإذن ويمنعك من شرب الماء، إما بقطعه بوسيلة قدرية من عنده بجفاف لا قدر الله، أو بفتنة تقعها هنالك أو هناك، أو بمرض قد يسلطه الله على عبد من عباده فيمنعه من شرب الماء، نسأل الله لنا ولكم العافية. فحينما تشرب هذا الماء الذي تظنه أمرا بسيطا زهيدا يسيرا، وليس كذلك، ليس شيء في الحياة بسيط إطلاقا، أي حركة كديرها في الكون، أي نعمة مهما قلت، أي تصرف فهو معقد 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 جدا، يعني من أجل إنتاجه يحتاج الأمر إلى ترسانة من الخبرات ومن القدرات لا تتوفر إلا لله الواحد القهار. والبشر في كل ذلك مما يمهدون ويسهلون من طهين أو طبخين أو إعداد أو تخزين أو تجارة أو نقل، وسائل مسخرة في ملك الله الواسع الفسيح من أجل أن تأكل أنت
وأكل أنا واشرب أنت وأشرب أنا، حينما تتدبر هذا المعنى فعلا وتأكل وتشرب وتلبس وتتزوج على هذه الخلفية، لا تعيش في العادات كالبهائم بل تعيش في عمق العبادات. لكن مع ذلك نقول كما قال العلماء، حتى ولو ضعفت عن هذا المعنى، والمسلم إنسان يضعف، هذا الشيء تعيا ما تحضيه كي تنسى من البال، فتأكل وتشرب أحيانا كثيرة على سبيل التعود، مع ذلك فذلك مباح لا أجر لك فيه، نعم، ولكن لا وزر عليك. إنما النسك أن تأكل لحما، بل أن تذبح لحما تقصد به توحيد الله جل وعلا، هذا النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الآية جمعتها هنا في هذه العبارة كل ما أسلفنا من سائر المعاني، أي ما أدخلته يا ربي في العبادات وكلفتنا به تكليف حتمين أو ندبين، وما جعلته من العادات، كل ذلك يا ربي إني أفوض فيه نيتي وأقصدي لك وحدك لا شريك لك، ومحياي ومماتي أي خاتمتي ونهايتي ومآلي، يعني ملف ديال كله كتجمع كامل وتضعه بين يدي الأمين سبحانه وتعالى، بين يدي الله الرحمن الرحيم المؤمن المهيمن جل وعلا، فقد وضعته إذن في يد أمينة، حق أمينة، يد الله التي هيمنت على كل شيء في الكون. الحج شرع أصلا لتعميق هذا المعنى في قلب الإنسان المسلم، وهو انتسابه، أنت من منتسب إلى طريقتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك نادى الملبون منذ البداية من اللحظة الأولى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبية بقبول البيعة لله، بقبول الاستجابة لله، بقبول العهد وتوثيقه لله، على أي أساس؟ على أساس لا شريك لك، هذا كما يعبرون مربيط الفرس وبيت القصيد لا شريك لك. فلا يعقل للمسلم ولا يجوز في حقه أن يدرك أن الله قد ركن الإيمان والإسلام، ركن الدين ديالو، ركنوا وضعوا على ركن هو الحج، مقصده هذا المعنى، فيخرمه ويخالفه. هذا لا يتعلق بحجاج بيت الله الحرام وحسب، بل يتعلق بالمسلمين أجمعين، لأن الحج هو مناسبة لتذكير المؤمنين أجمعين، من حج ومن خدم الحاجة، لأن الناس إما يحجون وإما يخدمون الحجاج، من خدمهم هنالك أو من يخدمهم هنا، بين أظهرنا ينطلقون، وفي أسرنا ومن أسرنا يخرجون، فالحدث يقع الآن، من الآن راه حدث الحج خدام، أي هذه المعاني والمقاصد يجب أن تذكرنا حقيقة توحيد لا إله إلا الله، واستتباعها بتوحيد اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حسن التذكير أن من أهم العبادات التي نسيها كثير من الناس عبادة النسك، عبادة النسك وهو الذبح لله، ذكرت بأن فيه الواجب وضربت له أمثلة بحال شكل ديال النذر، يعني تنتظر حدوث فرج ما أو مصلحة ما، وتسأل الله جل وعلا أن يحدثها وأن يوفقك للوصول إليها، وقد تجعل بينك وبين ربك عهدا أن إذا وقع كذا وكذا واستجبت لي برحمتك وإذنك يا ربي كذا وكذا، لأذبحن كبشا أو بقرة أو ماعزا أو كذا، هذا نذر إذا صدر منك صار واجبا عليك، لا تبرأ ذمتك منه إلى يوم القيامة، كيولي كيتسلك بحال رمضان ولا بحال الزكاة ولا بحال الصلاة المفروضة، لا تبرأ ذمتك منه إلى يوم القيامة، وهو عبادة جليلة، يعني الإنسان ما راهش كيجي غير يكتف راسه هكذا وكان، لا، وإنما هو فيه معنى توحيدي، راك توحد الله، لأنك تعلم أن الله هو الذي يحدث ما يحدث، وهو الذي يمنع ما يمنع،
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، أعلموا وتعلموا أن مصلحتي ماديا واجتماعيا وسببيا هي بيد فلان أو علان. كتعرف بأن المصلحة ديالك يقضيها لك فلان ولا فلان، لأنه بيدو القرار أو بيدو خزينة المال أو بيدو كذا أو كذا، تعلم هذا. ولكن لا ينبغي أن تنسى أن هذاك فلان وعلان عبد، عبد مأخوذ من ناصيته بيد رب العباد. فلو شاء الله جل وعلا وأراد وأذن لوقر قلبه وضقه وأمره من حيث لا يدري هذا العبد أن يخدم مصلحتك، وتأتي الخدم وتأتي المسخرات بأمره تعالى، ملشي الكبير رب الكون، تأتي المسخرة إلى بابك، تأتيك بمصلحتك وتكشف غمك وتفرج كربك وتفتح لك باب الخير، لأنك وصلت الله بقلبك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من أسباب التعرف إلى الله النسك، ذكرته اليوم لأننا في أشهر النسك، الحج فيه النسك المعروف، وفيه عندنا نسك الأضحية، لكن هذا ماشي غير في هذه الأشهر، هو على طيلة السنة. مع الأسف الإنسان في غالب الأمر هذا الزمان نسي هذا النوع من العبادة، فإن فعله في كثير من الأحيان يفعله بصورة منحرفة ولو كان قصده طيبا، نعلم ذلك لدى كثير من الناس. يعني حينما يخطئ الإنسان فيذبحك بشأن من أجل شجرة أو حجرة، فذلك قد أضاع المعنى وإيا إضاعة وأفساده وإيا إفساد. اذبح لله الواحد القهار. شيء جميل جدا أن في مرة أو مرات على حسب اليسر ديالك تأخذ واحد الكبش وتقول هذا الكبش أردت أن أذبحه لله، أن أهرق دمه إرضاء لله ولله وحده سبحانه وتعالى، وتطعم منه فقراء الحي ومساكين الحي وأهلك وجيرانك ومن حولك ممن هم طوافون عليكم من الفقراء والمساكين. ولنعم العبادة هي إذن، ولنعم العمل هو إذن، ولنعم القربى تقربك إلى الله حق التقريب، وتفتح لك باب الرزق وتفتح لك باب الفرج، وتجعلك بعد ذلك وقبل ذلك وليا لله. تجعلك أقول وليا لله لأنك واليت الله جل وعلا في معنى النسك، هذا المعنى الأصيل اللي كان عندنا في تاريخ الإسلام مع الأسف الشديد ضاع وقل وتشوهت صورته. أما هو في أصله راه معنى ممتاز جميل جدا، فيه فائدتان. الأولى هي توحيد الله، وكتبت لنفسك تثبت لنفسك أنك عبد لله، وهذا شيء عظيم جدا لأنك يعمرك بالإيمان ويعمرك بالثقة، ثقة ثقة الكبيرة في أن الله تعالى يتجاوب معك. كتقول له كيقول لك، كتطلبه كيعطيك، كتسوله كيجاوبك. فهذا الذبح فيه أمارة، هذه كراها لغة كما يقولون اليوم، لغة سيميائية بينك وبين الله جل وعلا، أنت تفهم عن الله جل وعلا وهو يعلم عنك، أنت تفهم عن الله، كتفهم عنه الإشارات التي تحدث لك في أسرتك، في حياتك، في مسيرتك ووظيفتك وإدارتك وتجارتك وأحوالك وأزماتك ويسرك وعسرك، وهو سبحانه يعلم عنك من خصاصة قلبك مقصدك وتوجهك وطلبك، ويجيبك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قريب لمن تقرب إلي، لمن فعلا جعل في نفسه ذلك الظن، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما عليكم إلا أن تستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مشكلتنا هنا وليؤمنوا بي، ماشي قضية الإيمان الذي
هو بين الحد الآخر الذي يخرج عن الملة أو الكفر. لا، يعني عندنا فعلا مشكلة الإيمان بالله حقيقة حقيقة، لأن مشكلتنا أننا أوثاق بما في يدنا مما في يد الله. يعني كتقول لي في جيبك راه هي مضمونة، والله ما مضمونة إلا إذا ضمنها الله. ما مضمون لك شيء مما في كسبك ويدك إلا إذا ضمنه الله جل وعلا. فإذا ثقت بالله ثقت بكنوز الله، وكنوز الله تعالى غير محدودة غير محدودة، لا يستطيع العقل البشري أن يتصور حدود الملكوت، لأن حدود الملكوت مطلقة، الله وحده سبحانه وتعالى المحيط بالمطلق، لأنه جل وعلا لا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا يحيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه جل وعلا من عزيز مليك مقتدر. ولهذا المؤمن اجدد الثقة بالله تعالى، وليتق الله في أمر توحيده ربه، وليتق الله في أمر طلبه ورغبه. وحد المحبة لله، وحد الرغب لله، وحد الطلب لله، وبعد ذلك تكون أنت وليا لله جل وعلا. بذلك الصنيع تكون عبدا رفيع المستوى عند الله، وإن ضعفت في نظر الناس، لأن الناس لا يبصرون كثيرا من الحقائق، وإنما الذي يبصرها من جعل الله له بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.